لو نجرب أو لو تجربون تقولون أنا ضوء الكون، هيك مجرد بهذه البساطة، مرة مرتين ثلاثة تقول يعني أنا ضوء الكون، وتقول أنا النجاح الأبدي، وتقول أنا الفرح الأبدي، وإذا تقول أيضا أنا في كل نقطة من نقاط الأكوان أعيش، وإذا تقول أيضا أنا طاقة ضوئية أشع ضوء. ونأخذك إلى الأبعاد الأخرى ونريك كلامك، يعني نقول لك تعال اصعد معنا إلى الأبعاد الأخرى وهذا كلامك، فسوف ترى كلامك عبارة عن طاقات عظيمة، وسوف تجد كلامك يخلق حياة عظيمة، فتنصدم. هذه الكلمات عندما تعلنها، يعني تقول أنا الضوء الأبدي، أنا الحياة الأبدية، أنا الفرح الأبدي، أنا السلام الأبدي، أنت تخلق مع الكون، لكن الخلق ممكن أنت لا تراه الخلق. تقول أين هذا الخلق؟ أنا لا أرى. السبب أنك لا ترى لأنك تفكر من البعد المحدود. فأكرر، إذا نصعد بك نرفعك إلى الأبعاد الأخرى ونريك كلامك، تنصدم تنصدم. فكلمتك خالقة، لأن هذا الكلام الذي تقوله هو مش يعني مش الجسم أو مش ممكن الفكر المحدود، هذا الكلام كلام كوني، بل هذا الكلام هو حقيقتك